بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين
قد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم صدق الله العظيم.